واخا هي 30 دقيقة صراحة ما كافياش، غادي تاخد كونسلتين، غنوريك هذاك الشيء دو ا ا زي. انت ما عندكش 50 دولار بعدا الكونسلتين، كيفاش غتنفيستي في هذا الدومين؟ ما يمكنش، راه ما تدخلش للدماغ. السلام عليكم الدراري، بخير تاع الاخوات. المهم هذا الستوري مهم جدا، حيت قررت انا غادي نلعب واحد الكارطه شحال هذه ما كنت خدام بها وما عمرني لعبتها. ملي بديت تنهضر على الكريبتو تبلبلات بزاف، قررت غندير معكم واحد ربط الرجوله، حيت انا صراحه ما ضرني في والو، دخلتي ما دخلتي ما ضرني في والو، ولكن غنتعاون معكم ديال بصح، وغنتعاون معكم شي حاجه واعره. شوف الدراري اللي كيصيفطوا ليا بغيت نستثمر الكريبتو هذا، ما عرفتش كيفاش ندخل، كيفاش انت كتعرف واش وقتاش تدخل وكيفاش تعرف وقتاش تخرج، كيفاش نخدم لا ميثودولوجي. شوف الخوت غندير معكم الربط المزيان هاد الشهرين اللي جايه، حيت هي اللي بقات ليا في العطله ديالي الثانويه، غنخدم معكم الدراري. غتاخد كونسلتين، واخا هي 30 دقيقه صراحه ما كافياش، غادي تاخد كونسلتين، غنوريك هذاك الشيء دو ا ا زي، انا نعطيك بعدا الماكسيموم ديال لانفورماسيون اللي غتقدر تخرج. اخرى خوت كاين اللي غيقول لي ولا سي امين وما كرهناش تحط لنا هادشي فابور، والله يا خويا ما عندي مشكل، اصلا اللايف سولني نعطيك هذا، نعطيك لي زانفورماسيون، مي باش نكونوا معاكم واضحين شويه كاين واحد التضييق في هذا الموضوع هذا، لهذا باش نكون معاكم صريح. انت ما عندكش 50 دولار بعدا الكونسلتين، كيفاش غتنفيستي في هذا الدومين؟ ما يمكنش، راه ما تدخلش للدماغ. الو غادي نخليها انا 50 دولار باش كل شيء يدخل وكل شيء ياخذ كونسلتين وكل شيء يتبرع مع راسه. حاجه اخرى بغيت نقولها هو انه الدومين راه واعر بالجهد، ماشي انا هذا هو العمل الاول ديالي ولا ديكيدز وانا كندير هذا الشيء. المهم شوف بغيت نترجل معاكم شهرين وفوالا هادشي اللي كاين. المهم صيفطوا في انستغرام، كليك انك ما تصيفطوش واتساب، انستغرام ولا اتصل في التليفون، لقيتي اوكيبي عاود اتصل. المهم خاصني نقولها، في انه ملي وليت كنهضر انا في الكريبتو ولا كلشي متبع وهذا، وراه انت نشوف لي ستوري ولا تفرقع وهذا الشيء، راه كان ممكن نديرها فورماسيون ب 5000 درهم ولا ممكن نديرها ب 3000 درهم، وانا عارف بلي ما غاديش، انا غنخليها كونسلتين كما قلت لكم الثمن لا يذكر، باش هكا كلشي يستفد. اللي حاس براسو ما قادش على نص ساعه خاصو اكثر يشد، ما عنديش انا مشكل، غير هو الخوت كما قلت لكم الله يجازيكم بخير، واحد المساله مهمه اخرى، الناس اللي هما بعاد على الدومين ديال الانترنت بلا ما يضيع راسو وما يضيعش حتى ديك 50 دولار يمكن يمشي يتقهوى بها ولا يدير بها شي حاجه بلا ما يشدش معايا، باش نكون معكم واضح. الناس اللي كيفهموا شويه في الانترنت تعرف يقلب بعدا، الناس اللي هما فريمون لا علاقه، من الاحسن اخويا ما تضيعش وقت الناس ديال الناس اخرين، وانت ما ترزاش في رزقك. فوالا هادشي اللي كاين. اخر مهم نسيتو، راه ماشي بالضروره تجي البيرو باش تاخذ كونسلتي، راه ممكن تاخذو اديسونس، يعني الله يجعلك تكون في جزر الكناري، راه ممكن تاخذ كونسلتين يعني اترافير هذا اترافير الاوفيس. وواحد الحاجه مهمه الله يرحمه، باش ما نكونش ثاني نلتزم بشي حاجه اكثر من جهدي، راه تندوز غير اربعه في النهار هما اللي مسالي ليهم، يعني باش نكون معكم واضح، حتى انا راه ماشي طبيب ديال السنان حل البيرو تندوز كونسلت تندوز اربعه في النهار تنزيد في حالي. هادشي اللي كاين، كل لقطه كتفكر حاجه. السبت من الاثنين نهار السبت من العشره راه عندي اللي كيتصبح هنا ياسين، عارفهم ما تيجيوش مع التسعه. المهم هذا ميساج ليهم، المهم بداو اللي بغيت يتصل يتصل من العشره للفوق، باش ما يتصلش ويقول لك ما تيجاوب لي حتى واحد. يلا الله يعاون.